السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا اخواني، اخباركم؟ كل شيء بخير، اتمنى تكونوا كاملين الصحة والعافية، كاملين بخير وعلى خير. معكم هشام من قناتكم الكرة المغربية بالدارجة. باش ما نطولش الاخوتي، نمروا الان لأهم عناوين حلقة اليوم. متلازمة المغرب المرضية تبون يتطاول على المملكة المغربية لإلهاء الشعب الجزائري. الرعب يخيم على الإسبان بسبب صمت المملكة المغربية. هدوء قبل العاصفة. حكومة بيدرو سانشيز تتلقى ضربة قاسية من الاتحاد الأوروبي بسبب المملكة المغربية. الضحك على الدقون. محكمة إسبانية تستعد لاستدعاء بن بطوش بعد شكاية تزوير وثيقة عمومية. فرنسا باغت بر الطرح بين الرباط ومدريد، وهل دارت على عجل يوم أمس؟ في ظل الأزمة، ألمانيا تفاجئ المملكة المغربية بهذا الشيء. تفاصيل مثيرة. بكلمات النبي هكذا تعامل مجرم الحرب إبراهيم رخيص مع الممرضات في مستشفى لوغرونيو بإسبانيا. الأرجنتين تدخل على الخط وتوجه صفعة قوية لإسبانيا بسبب قضية بن بطوش. إسبانيا تدعو للاستعداد للحرب مع المملكة المغربية عسكريا. المغرب يتخذ أول قرار ضد إسبانيا، وصحيفة إسبانية المغرب سيقطع العلاقات مع إسبانيا نهائيا خلال الساعات المقبلة. لم يكن مصابا بالفيروس التاجي، وليس هو من مثل أمام القتل، وفر من إسبانيا قبل الأربعاء. حقائق ستعرفها لأول مرة. مرحبا بكم إخواني الكرام من جديد. عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد حاشاكم للتطاول على المملكة المغربية، مدعيا أنه يعتدي عليها، في وقت بات معروف لدى الجميع أن النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية دأب على رمي الكرة في اتجاه المملكة المغربية عبر الترويج للمؤامرة في محاولة لإلهاء الشعب الجزائري وصرف انتباهه عن المشاكل الاجتماعية والسياسية التي تتخبط فيها الجزائر. وقال حاشاكم في حوار نشر أمس الأربعاء مع مجلة لوبوان الفرنسية: لن نهاجم جيراننا أبدا، سوف نرد إن تعرضنا للهجوم، لكنني أشك في أن المغرب سيحاول ذلك، خاصة فميزان القوى على ما هو عليها حسب تعبيره. وردا على السؤال حول إمكانية فتح الحدود البرية مع المملكة المغربية، رد حاشاكم قائلا: لا يمكن فتح الحدود مع جار يقوم باستفزازك والتهجم عليك يوميا حسب زعمه، مدعيا أن القطيعة تأتي من المغرب في الوقت الذي لم تدع المملكة المغربية فرصة إلا وانتهزتها من أجل الوقوف في صف علاقات التعاون والتنمية وفتح الحدود وتنشيط المبادلات التجارية وإقامة المشروعات المشتركة والتنسيق في القضايا الاستراتيجية الأخرى. ووصل الرئيس الجزائري ترهاته وكذبه على الشعب الجزائري حين قال في رد على سؤال يخص قضية الصحراء المغربية: إنه يتعين أن يعود المغرب بسرعة إلى حل مقبول وفق القانون الدولي حسب زعمه، وإن كان البعض يعتقد أن بافتتاح القنصليات في العيون والدخلة تكون قضية الصحراء قد انتهت فهم مخطئون. كذلك إن اعتراف دونالد ترامب ولم يقل الولايات المتحدة الأمريكية خوفا من ضربة قاسية بسياسة المغرب على صحرائه لا يعني شيئا حسب زعمه. ويتساءل المراقبون: كلما اشتدت متلازمة المغرب التي يعاني منها النظام العسكري العجوز في الجزائر، أليس من المفيد أن يحارب الجنرالات على جبهة الأزمات الحقيقية داخل بلادهم بما يملكونه من موارد بدلا من اختراق الأوهام واستعداء المغرب؟ في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لأشهر صحفية في إسبانيا تظهر مدى الرعب والارتباك الذي يعيشه الإسبان، حيث كتبت الصحفية سونيا مورينيو بأن صمت المملكة المغربية بعد هروب إبراهيم رخيص يثير الخوف، في إشارة منها إلى الهدوء قبل العاصفة. الإسبان يعلمون جيدا أن المغرب لن يسمح بمرور تهريب إبراهيم رخيص من إسبانيا أن يمر مرور الكرام، ويعلمون أن المغرب يمتلك ملفات قوية ستجبرهم على الخنوع والركوع. إسبانيا تعلم علم اليقين أن الأمور لن تعود لسابق عهدها، فإسبانيا سياسيا تعرف توترا رهيبا بين الحكومة والمعارضة بسبب قضية ما بات يعرف بابن بطوش.
إن ما قام به إسبان بتشجيع الانفصال في المغرب ومحاربته عندهم أهم ورقة رابحة يمتلكها المغرب، دون نسيان ما هو اقتصادي وأمني واستخباراتي. فالمغرب يعد العمق الاستراتيجي لإسبان، وبدونه ينهار اقتصاده، وهذا ما يخشاه المعارضون الإسبان. رفض الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء القيام بوساطة في أزمة إسبانيا مع المملكة المغربية، مؤكدا أنه يحافظ على اتصال وثيق مع إسبانيا والمغرب لكنه لن يتوسط. ونقلت وكالة أوروبا بريس أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كتب موقف زعيم جبهة الصنادلية إبراهيم رخيسة الذي غادر إسبانيا الأربعاء، ويبقى على اتصال وثيق مع إسبانيا والمغرب في هذه القضية رغم أنه يستبعد الوسطة. وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كتب قضية ما بات يعرف بالبطوشة وأحداث الأيام الأخيرة بشكل عام، ويظل على اتصال وثيق مع كل من السلطات الإسبانية والمغربية. ويشدد الاتحاد الأوروبي على أن الأزمة الدبلوماسية بين مدريد والرباط يجب أن تحل ثنائيا وعلى أساس العلاقات العميقة القائمة بين الاثنين، وشدد على أنه في هذه المرحلة لا نعتقد أنه من المناسب الحديث عن الوسطة. واعتبرت بروكسل يوم الثلاثاء أنه قد حان الوقت للبحث عن حلول مسؤولة ومنسقة للأزمة، مضيفة أنها أوضحت للمغرب أن لا شيء سيتغير، في إشارة للموقف الأوروبي بشأن قضية الصحراء المغربية. بعد أن فضحتهم المملكة المغربية وحشرت قضاءهم في الزاوية وعرت عورة بلاد العدالة والديمقراطية، فتحت محكمة التحقيق الثالثة بمدينة لوغرونيو مسطرة أولية ضد زعيم ميليشيات الصنادلية المدعو إبراهيم رخيسة بتهمة تزوير وثيقة سفر تمكن من خلالها دخول الأراضي الإسبانية في 18 أبريل الماضي، وقد اتخذ هذا القرار على إثر شكوى رفعت ضده من نومنسيا لومبياس، وذلك بحسب ما علم أمس الأربعاء لدى الجهة المشتكية. وأوضح القاضي في قراره أن الوقائع تتضمن كما قدمت مؤشرات تفيد بوجود مفترض لجنحة تزوير وثيقة عمومية، وأكد القاضي أنه في هذه الحالة يتعين فتح مسطرات أولية ضد المدعو إبراهيم رخيسة. وتم إدخال زعيم انفصالية صنادلية يوم 18 أبريل الماضي لمستشفى سان بيدرو في لوغرونيو بهوية جزائرية مزورة لشخص يحمل اسم محمد بن بطوشة. من جهة أخرى تتحدث وسائل إعلام إسبانية عن وجود وثائق أخرى ذات طبيعة طبية بالخصوص قدم فيها زعيم انفصالية صنادلية باسم محمد عبد الله. اتصالات فرنسية مكثفة لتهدئة الأزمة المفتوحة بين المملكة المغربية وإسبانيا. فرنسا حافظت على اتصالاتها على المستوى الوزاري مع الرباط ومدريد. وزير خارجية فرنسا اتصل أمس الأربعاء بكل من ناصر بوريطة وأرني شالية بحسب وكالة أوروبا بريس نقلا عن مصادر دبلوماسية فرنسية. فرنسا تجنبت انتقاد المملكة المغربية بشكل مباشر على خلفية أحداث مدينة سبتة المحتلة، وفي نفس الوقت صرحت أن المملكة المغربية هي شريك أساسي للاتحاد الأوروبي. كما أشادت الخارجية الفرنسية بالقرار الذي أصدره الملك محمد السادس لوزيري الخارجية والداخلية حول عودة القاصرين المغاربة الغير مصحوبين بدويهم الموجودون في الأراضي الأوروبية في دول مثل إسبانيا وفرنسا. وأكدت الحكومة الفرنسية على أنها على استعداد تام لمواصلة التعاون القضائي حول هذا الملف. وجهت ألمانيا دعوة إلى المملكة المغربية للمشاركة في مؤتمر برلين 2 الدولي حول ليبيا في 23 يونيو الجارية. وحسب موقع لوتروسون سواسونس فإن الرباط تسلم الدعوة من الحكومة الألمانية لكنها لم تؤكد بعد مشاركته. وأعلنت الخارجية الألمانية في بيان لها الثلاثاء أن برلين ستستضيف جولة جديدة من محادثات السلام الليبية في 23 يونيو الجاري، وتأتي هذه الدعوة في ظل علاقات دبلوماسية متوترة بين البلدين. وكانت الرباط قد استدعت سفيرتها لدى برلين زهور العلوي في 6 مايو الماضي على خلفية موقف ألمانيا السلبي من قضية الصحراء المغربية.
كشفت صحيفة الإسبانية الكونفيدونسيال عن تفاصيل وقعت أثناء تواجد زعيم عصابة الصنادلية إبراهيم رخيص في مستشفى لوغرونيو ومعاملته مع الطاقم الطبي الذي كان يشرف على علاجه. وحسب مصادر خاصة ذكرت الصحيفة الإسبانية أن رخيص الذي دخل للمستشفى بهوية مزورة تعامل بشكل سيء وفض مع الممرضات وأهانهن بألفاظ مسيئة وكلام نبي. وأضافت الصحيفة أن إبراهيم رخيص كان ناكرا للجميل وتعامل بشكل فظ مع العاملين في المستشفى رغم المجهود الكبير الذي قاموا به من أجل الاعتناء به. وتابعت الصحيفة نقلا عن تصريح أحد العاملين بالمستشفى قوله: بن بطوط جاء ليبصق على الممرضات، وعلى الرغم من كل ما تم القيام به لم يكن ممتنا ولم يكن من السهل التعامل معه، لافتا إلى أن الطاقم الطبي شعر بالارتياح والفرح بعد مغادرته. كتبت وسيلة إعلام بالأرجنتين أن قبول القيادة الإسبانية دخول زعيم عصابة مسلحة بشكل غير قانوني وخروجه بشكل غير قانوني وبوثائق مزورة من وإلى التراب الإسباني غير مفهوم، مشيرين إلى أن متابعته من قبل القضاء الإسباني نفسه على خلفية تورطه في العديد من الجرائم ضد الإنسانية. وترى أخنيسيا لاخيستابيا والموقع الإخباري أتيمبو ديلاس بوميس أنه يتعين على الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني الحاكم تصحيح أخطائه وحل الأزمة التي سببها تواجد هذا الشخص في إسبانيا وخروجه منها في أسرع وقت ممكن. وأضاف أن السلطات التنفيذية الإسبانية خاضعة بشكل كبير لتأثير شركائها في الحكومة حزب بوديموس الذي تسبب زعيمه بابلو إيغلاسياس في أضرار جسيمة لإسبانيا، مسجلين أن الانتخابات الجهوية الأخيرة في مدريد أظهرت بوضوح جلي أن إيغلاسياس مرفوض من قبل ساكنة العاصمة ومن إسبانيا ككل. واعتبرت أنخيسيا لاخيستابيا وهي أول شبكة إعلامية متخصصة في الشؤون البرلمانية في الأرجنتين أن تفسيرا آخر لهذه اللعبة السوداء يمكن أن يكون اعتماد إسبانيا الكبير على الغاز الجزائري. وذكرت وسيلتان الإعلام الأرجنتينيتان اللتان نشرتا بيان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن هذه القضية أن المغرب حليف أساسي لإسبانيا لا غنى عنها على وجه الخصوص ولأوروبا بشكل عام، وأن مدريد لم تحترم هذا الحليف الاستراتيجي. قدم زعيم حزب فوكس اليميني العنصري المتطرف سانتياغو أباسكال مقترحا للبرلمان الإسباني لحث الحكومة على زيادة الإنفاق العسكري في مواجهة عملية إعادة التسلح التي تنهجها القوات المسلحة الملكية المغربية، ويطالبها أيضا بتقوية علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها المزود الأول للمغرب بالأسلحة. وهو المقترح الذي يأتي في سياق دبلوماسي متأزم بين مدريد والرباط نتيجة دخول إبراهيم رخيص زعيم جبهة الصنادلية إلى الأراضي الإسبانية ثم الاقتحام الجماعي لمدينة سبتة المغربية المحتلة من طرف آلاف من المهاجرين الغير نظاميين. ويطرح مقترح فوكس الذي يعد ثالث أكبر تكتل برلماني في مجلس النواب بعد الحزب الاشتراكي العمالي الذي يقود الحكومة والحزب الشعبي الذي يقود المعارضة رفع الإنفاق الحكومي على الجيش بما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، رابطا الأمر مباشرة بعملية التعزيز العسكرية التي يخوضها المغرب، مشيرا إلى أن هذا الأخير لديه أحد أكبر الجيوش في إفريقيا ويتكون من 200,000 جندية، إلى جانب أن إنفاقه العسكري ارتفع بنسبة 50% خلال السنوات العشر الماضية. قالت صحيفة أوك دياريو أن المغرب يدرس قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسبانيا خلال الساعات القليلة المقبلة. وذكرت الصحيفة أن المغرب يعتبر أن الأزمة لا تقتصر على وجود أو رحيل زعيم عصابة الصنادلية إبراهيم رخيص، وإنما هي مسألة ثقة واحترام متبادل انهارت بين المغرب وإسبانيا. وأشارت إلى أن وزارة الخارجية المغربية أصدرت بيانا قاسيا ضد الحكومة الإسبانية عشية الإدلاء بشهادة رئيس جبهة الصنادلية أمام قاضي المحكمة الوطنية سانتياغو بيدرازا المتهم بتهم خطير. يأتي هذا في الوقت الذي طالب الأمن
الأمين العام لحزب الشعب تيدوروس غارسيا باستقالة وزيرة الشؤون الخارجية أرنيشا غونزاليز لايا بسبب إدارتها الكارثية للأزمة الدبلوماسية مع المملكة المغربية. هذا وتؤكد مصادر جد موثوقة أن المغرب اتخذ أول خطوة ضد إسبانيا بإلغاء الرحلات الجوية القادمة من إسبانيا باتجاه المملكة المغربية الشريفة. تظهر مفارقة العلاج في إسبانيا التي تجاوزت 50 يوما وقبلها اختفاءه عن الساحة منذ 4 أبريل أن هذا يظهر أنه لم يكن يتعالج من الفيروس التاجي. كنا من القنوات السابقة بناء على معلومات من داخل المخيمات بأن إبراهيم رخيس كان من بين الذين أصيبوا في العملية التي نفذها سلاح الجو الملكي بإحدى الطائرات المسيرة درون والتي أدت إلى مقتل ما يسمى قائد جهاز الدرك الداه البندير. وبعد ذلك تولت عملية الإعلان عن قتلى في صفوف قادة الصنادلية. إبراهيم رخيس كان يتعالج من أثار عملية القصف المغربية والتي أصيب بها شرق الجدار الأمني المغربية والتي نقل على إثرها إلى مستشفى تندوف العسكري رفقة زملائه، ولحالته الصعبة نقل إلى مستشفى عين النجا، ولاستكمال العلاج نقل إلى إسبانيا والتي أجرى بها أيضا بعد العملية التجميلية حيث استمر علاجه لأزيد من 50 يوما. والدليل على ذلك زلة اللسان التي وقع فيها إبراهيم رخيس وهو يخاطب الرئيس الجزائري عبد المجيد حاشاكم بمعية شين الريحة. هذا إن كان هو فعلا، لأن شتان بين الصورة التي ظهر بها يوم أول أمس أمام قادة التحقيق الإسبانية وبين ما ظهر بها يوم أمس وهو ممدد على سرير المرض حيث قال إن شاء الله سنعود للميدان. هذا يعني أنهم قاموا بنقله من الميدان الذي أصيب به وذهب للتداوي من آثار ما حصل له في الميدان، وبعد شفائه سيعود على حد تعبيره للميدان، ما يؤكد أن الاستشفاء كان من آثار العملية العسكرية التي نفذها الجيش المغربي. والاختلاف في الصورتين يؤكد أن إبراهيم رخيس فر من إسبانيا قبل الثلاثاء وأن من مثل أمام القاضي ليس هو إبراهيم غني. إخواني إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم، تمنى من الله سبحانه وتعالى لأنها تنال الإعجاب ديالكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصل قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله إلى حلقة غد إن شاء الله.